بشكر حضرتك على المقدمة الجميلة، وخصوصا الجزء من الفيلم اللي حضرتك عرضته، لأن السينما تعتبر أسهمت إسهام كبير في موضوع الضعف الجنسي، وهو اللي ساعدنا. السينما جسدت مشكلة 152 مليون راجل على وجه الكرة الأرضية بيشكو من ضعف جنسي. حضرتك متخيل لما نقول 152 مليون راجل، لو قسمنا شريحة السكان هنلاقي أن الأطفال يمثلوا 30% من العدد الكلي، يبقى فاضل التلتين التانيين نصهم رجال ونصهم سيدات. فلما يكون عندي تلت المجتمع يمثلوا الرجال، من هؤلاء الرجال 152 مليون شخص عنده ضعف جنسي، فإحنا قدام مشكلة كبيرة.